السلام عليكم متتبعي قناه ضحى غني، اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم البنات عندي لكم واحد المفاجاه، وعندي لكم واحد الصوت زوين اللي غادي يعجب جميع السيدات وجميع الفتيات اللي هما عبايات من السعوديه. كسبق ليا درت هذيك درت لا فيديو وحطيتهم بواحد الثمن اللي كان هو ب 600 درهم، ولكن اميمه راه دارت لهم السولد، دارت لهم كاملين 400 درهم، اي طاي دوبل اكس ال اكس اكس ال الميديوم الاس، يعني على حساب الطاي ديال السيده. وكنبغي نعتذر من داك النهار اللي ندغات فيه اميمه المسكاره، ما كانش القصد ديالها غير ما كانتش عارفه، وحتى انا يعني تهونات عليا ونسيت ومشات من بالي. دونك البنات على بركه الله غادي نبدا. كيف ما كتشوفوا كاينه هاد العبايه هادي، كيف ما كتشوفوا البنات هادي غزاله فنه، فيها هاد الطرزه من هنايا في البلو مارين، ولكن في الجنب ديالها اليسري كتبقى سامبل. ولا لاحظتوا هي جايه على شكل فراشه، انا عجبتني هذه بزاف بزاف وغادي ناخذها. هذه جايه على شكل فراشه، يعني بالنسبه للسيده تقدر تخرج بها، وفي نفس الوقت تقدر الا كانت عندها شي مناسبه غادا لشي حضور علاش لا نلبسها ونمتع بها راسي. واكيد هي كتبقى بالفولار ديالها. دائما تلاحظوا عبايات تيكونوا طوال، ولكن دابا هذه المره كاينه عبايه على شكل فراشه زوينه بزاف وفيها ليطاي. ها نتوما البنات انا لابساها ومرتاحه فيها، يعني ها نتوما شفتوا كتبقى سامبل في البلو مارين. ودابا غادي ندوز لواحده اخرى ان شاء الله نوريها لكم. دابا هذه عبايه واحده اخرى البنات، هذه كتختلف على الاخرى. شنو الميزه اللي كتختلف بها؟ الميزه اللي كتختلف بها هي انها بالحزام. نقدر مثلا ها نتوما شفتوا انا جيت هنايا ودرت واحد الوريضه في الجنب هنايا، يعني اللي واحد الوريضه اللي راقيه، وحتى الثوب ديالها راقي كيف ما كتشوفوا. هذا هو اللون اللي فيها، فيها نوار وفيها واحد الكري فونسي، وفيها في يديها هنايا جات بحال ايفازي، وفيها هاد العقيقات هنا اللي بالنوار، يعني زوينه. وحتى هي بالفولار ديالها كيف ما كتشوفوا، ومن هنايا عندها صديفات، يعني هذه ضروري نلبسها وندير معاها هاد الحزام ديالها باش هكا غادي تبان العبايه. يعني بالنسبه للسيدات اللي كيلبسوا العبايات، بالنسبه للسيدات الفتاة، يعني غير انا كنبغي نلبس العبايات مره مره، كنبغي نبان بهم فنين وغزلان. ها نتوما البنات شفتوا انا غادي ندور باش غادي تشوفوا، جات زوينه وكتحمق. هذه البنات حتى هي 400 درهم. ودابا غادي ندوز لواحده اخرى. كيف ما كتشوفوا هذه العبايه الثالثه اللي كتبقى نوار وسامبل بزاف بزاف، وانما فيها بعض الجماليه اللي غادي نوريها لكم. كيف ما كتشوفوا هنايا فيها واحد الطريزات هنايا، وفيها واحد العقيقات في النوار، وفيها هاد الطريزه هذه اللي على شكل ورده. ها نتوما شفتوا وكتبقى هنايا حتى هي. الكميم ديالها ما واسعين ما مقبوطين بزاف، نفس الديزاين اللي كاين في العبايه كاين حتى في الكميم كيف ما شفتوا. وكتبقى بالزيف ديالها وطويله. وكنزيد ناكد على واحد الحاجه، راه فيهم لي طاي البنات، فيهم كاع لي طاي، فيهم سمول، فيهم الميديوم، دوبل اكس ال، الاكس ال، اللي بغيتوا البنات. لا كي سيداتي ولا كي فتاتي. وبالرغم من هادشي كامل راه اميمه كيف ما قلت لكم راه سولداتهم على الثمن اللي كان، غير حيتاش ما بقاش فيهم بزاف. كنتمنى انكم تاخذوهم وتلبسوهم وتمتعوا بهم كيف ما كتشوفوا. وبغيت نوريكم واحد لي زاكسيسوار خديتهم من عند الاخ ياسين. هاد الدبيلجات هادو اللي كتشوفوا هادو على ما قال لي الاخ ياسين ما كيخسروش، دبيلجات فنين كيديروا 70 درهم، زين بهم يدياتي غدا خارجه لشي حفله، غدا معروضه لشي عرس. كاين هاد الموديل هذا، وكاين حتى هاد الموديل هذا اللي تيبقى هنايا على شكل مموج كيف ما كتشوفوا، وفيه شويه فيه واحد الحجيرات هنايا بالارجونتي زوين بزاف كيحمق. هادو كيديروا البنات 70 درهم زياده على هادو اللي غادي نوريهم لكم دابا. انا راه شبعت دبالج، رانا غادي معروضه للعرس انا واميمي. هانتوما البنات شوفوا هذا حتى هو هائل وزوين بزاف، هذا تيبقى جاي من الفوق ديالو كاغي كيف ما كتقول كتشوفوا. هذا شكل واحد اخر وبديزاين واحد اخر كيف ما كتشوفوا. عبايه كتبقى دائما طويله وفيها نوار والغري. ولا لاحظتوا العبايه اللي وريتكم الاولى فيها شبيكه هنايا، ولكن هذه فيها زواقها منها، هذه زواقها منها، وهاد الزواق هذا راه هابط حتى لتحت كيف ما كتشوفوا، راه هابط حتى لتحت. ها نتوما شفتوا. والغريب في الامر هو ان الكميم كيبقاو سامبل من هنايا، وهذا الكم هذا حتى هو سامبل، ولكن الا جينا نشوفوا هنا غادي نلقاو هاد الزواق اللي وريتكم في القدام ديال العبايه راه هو اللي كاين هنايا في الجن كيف ما شفتوا ياك. هذه حتى هي الثمن ديالها 400 درهم، ثمن مناسب لك سيدتي
ولكن فتاتي ان شاء الله. دونك البنات كنتمنى حلقه اليوم تكون حلقه خفيفه ظريفه على قلوبكم. وعبايات راهما ثمن واحد، وكنعاود ناكد على واحد الحاجه اللي 100% بغيتكم تاكدوا عليها هو الثمن. وفوق هادشي العبايه راه كيف ما كتشوفيها دابا كيف ما غادي تسلميها ان شاء الله وتلبسيها بكل فرح وبكل ثقه ان شاء الله وباذن الله. البنات كنتمنى انكم تزوروا قناتي، ودائما ابوني معايا اللي مازال ما تابوناش يتابونا معايا. والحاضر يعلم الغيب كيف ما تيقولوا، هذه ديما الحاضر يعلم الغيب كيف ما قلت لكم. وديروا ابوني معايا وبارطاجيو لي فيديو اللي كندير. والنمره ديال اميمه انا غادي نخليها لكم في صندوق الوصف، كنتمنى انكم تتصلوا بها وتاخذوا العبايات، راهم فنين وغزلان غزلان ان شاء الله.